موضوعنا لنهار اليوم مشاهدينا عن أهمية شرب كميات كافية من المياه، كيفاش نختاروا المياه تاعنا وكيفاش نستفادوا منها وكيفاش نخزنوها أيضا. دكتور أليس كذلك؟ إذا حنا بالنسبة لنا كعامة الناس الماء هو الماء، لكن هناك اختلاف بين المياه اللي نستهلكوها، أليس كذلك؟ نعم بالفعل، الحقيقة الماء هو عنصر مهم في التغذية تاع الإنسان وفي حياته. ربي سبحانه في القرآن وجعلنا من الماء كل شيء حي. هذه الآية يعني تعبر على الأهمية تاع الماء في بالنسبة للحياة تاع الإنسان. ما ننساوش بلي الإنسان راه مكون حوالي 60% ماء. الجسم تاع الإنسان مكون بحوالي 60%، وهذا 60% كاين الماء اللي داخل الخلية حوالي 60%، هذه عندنا حوالي 30 لتر من الماء في داخل الخلية، وال15 الأخرى موجودة في خارج الخلية. يعني وهذا تركيبتها يعني. نعم تركيبة. نعم. وهذا التوازن بين الماء اللي موجود في خارج الخلية والداخل هو اللي راح يعطينا الأهمية تاع التغذية والتروية باش نديروا نحصلوا على هذا التوازن. لأن يقدر الإنسان يعطش كي ما يشربش الماء. نعم. يعني الخلية تعطش خاطرش الإنسان ماهوش يشرب في الماء. نعم، هذا اللي حبيت نعرفه، وقتاش نلحقوا لدرجة أننا نشعروا بالعطش؟ نعم، هو في الحقيقة وكاين ناس ما عندهمش هذا الشعور أستاذ، اسمحوا. نعم، يعني جاي ليه في الحقيقة كاين ما عندهمش هذا الشعور، في الحقيقة الكثرة الشعور هذا ما يكونش يحسوا به مليح، الأكثر كبار السن ولا الأطفال الصغار. الأطفال الصغار يكونوا يلعبوا. نعم. إلى آخره. يعني يكونوا لاتين. ينسب باش يشرب. نعم. لهذا فهاد الفئتين تاع العمر يعني لازم الإنسان يعسهم باش ما يعطشوش وما يطيحوش في هذا المشكل تاع العطش. والعطش هذا اون بلو ديفينيغ زوج باثنين، سواء الانسان ما عندوش لي زابور ايدريك ما كاش، يعني نقص في المياه، او يقدر او يشرب بصح ياكل ما يشربش كما لازم، تاع ياكل امور اللي مثلا تكون مالحة. يعني مالحة. تعطش. نعم. الملح مثلا في فصل في هذا الشهر الصيام. الشهر. نعم. الانسان ياكل مالح بزاف راح يصاب بالعطش، ماشي على جال ما شربش، يقدر يكون شرب قدر معين بصح الملح هذاك اللي يدخل في الخليه راح يسخى اوبليجي باش يخرج الماء حتى يدير هذا الاكيليبر اللي كنا نقولوا عليه بين داخل الخليه وخارج الخليه. نعم. فيصاب الخليه تصاب بالعطش رغم انه يعني شرب كميه من الماء. نعم، لكن الجسم تاعنا يقدر يعبر بطريقه اخرى اذا كان نقص الماء. نعم، يقدر مثلا يعبر عن طريق الجلد، الجلد او يتكمش الى اخره. صحيح. فهذو من علامات احيانا يعني حتى اليد تاعنا نغلقوها بصعوبه درجه انها تكون ناشفه بزاف. فهذه من العلامات يعني اللي نقدروا نشوفوا بلي الانسان يكون عطشان ولا ماهوش ماشي بيان هيدغاتي، ماهوش مرتوي مليح الجسم تاعو، هو وجود يعني الجلد يكون ناشف رث الى اخره، الملمس تاعو ولا حتى كي نمسوه يقدر في بعض الاحيان كي يكون ناشف بزاف نمسوه فالجلده هذيك يسموها لو بلي كوتاني ما تعاودش تولي البلاصه يعني بسرعه. وهذو من علامات يعني العطش. و يعني بالنسبه للاطفال لازم نعلموهم باش يعني باش يشربوا يعني دوريا بانتظام. نعم. ويحسوا بالعطش، نعلموهم كيفاش عطشان، تسمى مع نفسه يتعلم يحس بالعطش هذا. نعم. بالنسبه للكبار شويه المشكل شويه يعني بلو كومبليكي. نعم، اذا الطفل كي بدا يتربى نبداو نقترحوا له الماء، تشرب. نعم. شويه ماء. هذه ماشي حتى يقولنا. ماشي حتى يقول. نعم. يعني خاصه اللي كان يلعب كثير ويتحرك كثير الى اخره، فراح يصاب بالعطش ويقدر يكمل اللعب تاعو بدون ما ينتبه. نعم. باش يشرب الماء. دكتور انا عندي سؤال، لانه احنا نهتم كثيرا بالمواضيع اللي تخص وتهم المراه، النساء لم يتابعوا فينا، جمهورنا الكبير من النساء المكيتات في البيت، اذا انا حبيت نعرف الطفل يعني الرضيع اللي يرضع رضاعه حصريه وقتاش نعطوا الماء؟ نعم، هذه اذا كان في يعني يرضع الام تاعو. نعم. فكثير من الدراسات تقول لك يعني نستغناو على الماء. نستغناو على الماء، الحليب هذاك يجيب الماء الكافي للرضيع. ولكن كي يبدا ياكل عندما يبدا ياكل بقدره
ندخلوا له يعني الماء. كميه قليله من الماء, من الماء تدريجيا وتكون يعني تدريجيا. يلا الان دكتور كيفاش نخيروا الماء اللي نشربه باش نستفادوا من كل المواد الحيويه والمعادن اللي متواجده فيه؟ نعم هذا سؤال مهم, وراكي طرحتي في حصه اللي فاتت يعني كنا تكلمنا شويه على هذا الماء اللي موجود في القرع يعني تاع البلاستيك, والماء اللي موجود في الحنفيه. هل الماء تاع الحنفيه اللي يكون هل الماء تاع يعني اللي موجود في زجاجات البلاستيكيه هذه اللي راهي يعني السنوات الاخيره رجع الاستهلاك تاعها يعني كبير. وما ننساش هنايا حبيت بالك نتكلم على بعض الاشياء هكذا باش الانسان نعم. يقدر يستفيد من يعني الماء, هذه المادة الحيوية يستفيد منها بطريقة مثلى. نعم باش يستفيد منها يعني مهم أن الماء اللي نشربوه يكون يعني il répond aux critères de يعني les critères de qualité تاع تكون نوعية مليحة. كاين بزاف يقول لك أنا لازم نشرب الماء مثلا غلاسي يكون يخرج من الفريجيدار نشربو. هذا يقول لك وكان ما نشربوش هكذا ما نرويش. نعم, نعم. كاين بزاف عندهم هذا المشكل, وهذا المشكل يعني راه الدراسات تورينا باللي يقدر يكون يعني مشكل صحي للانسان, بغض النظر على انه سي ان شوك تيرميك بين الحاله تكون سخون الجسم نعم يكون سخون صحيح. وياخذ خاصه في الصيف بارد. يعني درجه الحراره في نعم. الجزائر يعني هذا اسمه شوك تيرميك للجسم, راح يعبر به ينقص في لي ديفونس يعني الخلايا المناعيه راح ما تعملش بطريقه مليحه ويصاب بالامراض. ناهيك عن الامراض اللي تقدر تكون خطيره عندما يكون الانسان يشرب بطريقه يعني متواصله الماء هذا غلاسي. نعم اذا الانسان اللي يشرب الماء من الكونجيلاتور هذاك راه يحارب في جهازه المناعي بنفسه. نعم هذه تقدر نقدروا نلخصوها بعد وحتى لو ما يمرضش يعني فورا. ايه ويكون يعني امام الارتواء تاع الجسم تاعه ما يكونش بطريقه مثاليه يعني يكون نعم. ناقص. هذه معروفه يعني الدراسات توريها. اذا درجه الحراره الملائمه للماء باش هي درجه الحراره من الاحسن تكون متقاربه من درجه الحراره تاع الجسم, هذيك هي درجه الحراره اللي يستفاد منها الانسان الماء, يعني تكون شويه فرش كما تجي من العين هكذا نعم. مثلا فهذيك درجه الحراره مليحه. كاين طرق يعني نقدروا نستفادوا ب نكملوا ب نستفادوا بماء يكون فخي يعني الذوق نعم. تاعو نحطوه. راهي هاد العمليه ولات معروفه حتى في البلدان المتقدمه امريكا اوروبا الى اخره, يحطوه اللي عندنا احنا القله هذيك تاع الطين نعم. الفخار الطبيعي ما يلزمش يكون كما قلنا سابقا فيرني دو لانتيريور, ما يكون فيه حتى صبيغه الى اخره, يكون طبيعي. فالقله الطبيعيه هذه واش فيها؟ فيها مسامات اللي يعني تخلي اولا ليفابوراسيون دو لو يعني الماء يخرج عن طريق المسامات هذيك نعم. وتلاحظوها يعني كي تحطوا قله تبيها شامخه شويه, هذه يعني الماء يخرج فهذا يسمح ليشونج دو تمبيراتور يسمح باش تقعد الماء درجه الحراره تاع الماء تقعد درجه بارده ولو تكون سخانه برا نعم. وتكون نفس الدرجه اللي نصيبوها يعني في المناطق الطبيعيه كالويديان كالابار الى اخره. فهذه يعني طريقه اللي تسمح باش كما نقولوا تكون نحصلوا على ماء يعني ذات جوده, نحصلوا على ماء ثاني اللي يتصفى, لان بعض الشوائب اللي تكون في الماء تاع كما نقولوا تاع العين ولا حتى الماء تاع هذه البلاستيكيه هذه فراحه هذو لي ميكرو بلاستيك اللي هضرنا عليهم في يعني في مره ماضيه ولا لي نانو بلاستيك راحين يدخلوا في المسامات هذو وراح تسمح باش تصفي نوع الماء ولو بقدر معين الماء اللي في القله هذيك. يعني كي نشرب قرعه ما سعيده كيما نقولوا دون ترويج للعالم يعني بالعاميه نعيطوا لها هكذا. هي قلت
في الحقيقه هي من الاحسن ما نشروهاش، ما من الاحسن مش المياه المعدنيه، المياه المعدنيه نقصوا من الاستهلاك، نقصوا منها، لان ولو انه دكتور اسمحوا فقط، الناس يشوفوا انه شرب المياه المعدنيه التي تباع في المحلات التجاريه اصح من استهلاك ماء الحنفيه. هذه كان في وقت مضى كان يقال هذا، نعم، كلام، وهي حقيقه. يعني كي تكون مياه معدنيه وتكون ذات جوده عاليه وتكون يعني لو ترونسبور يكون في يعني ظروف مليحه، في ظروف مليحه يعني، وتكون ظروف تاع التعليب مليحه الى اخره، حتى يعني العبوات ولا القارورات لا تعرض لاشعه الشمس لساعات. نعم. في امريكا مثلا نعطيك مثال، يعني في مؤخرا واش ولاو يديروا هذه المياه المعدنيه، ما عادوش يديروها في البلاستيك، يديروها في عبوات من الاينوكس افيك يسميهم الفاكيوم اينوكس، يعني فيه طبقتين من الاينوكس والداخل فراغ لو فيت باش تقعد تشد لا تمبيراتور تقعد فريش، فعادوا يستهلكوه في هذا النوع من العبوات تفاديا لهذا البلاستيك. فنعطيك يعني نظره باش تكون على بالك يعني كيفاش راهي كومونس ايفولي، كيفاش راهي تتطور الامور بالنسبه لهذه القضيه تاع الماء المعدني الموجود في البلاستيك. هي حبذا لو نسيت باش نجيب معايا قرعه كاين ماركه معينه دير الماء تاعها في قرعه تاع زجاج، وهذاك الزجاج قاتم يعني عنده كولور فونسي باش اشعه الشمس ما تاثرش على تركيبه الماء. تركيبه الماء، نعم. وحبذا لو كان الماركات يستعملوا هذا الماء الزجاج فهذا اصح، ويعني يكون الماده يعني لا كاليتي دو لو تكون خير وما تشكلش مشكل، لان كل مشكل تاع هذا الماء المعدني اللي هو حقيقه مهم موجود في العبوه الموجوده في الاخر، هو في البلاستيك اللي يشكل مشكل بالنسبه للنوعيه تاع الماء. نعم. اذا واش رايك الان دكتور نروح نشوفوا بعض الصور اللي شاركتهم معنا، نوروهم للمشاهدين تعرف فوائد هذه القنبله الجزائريه. نعم. يعني متواجده في كل تراب الوطن. نقدروا نطوروها باش تكون يعني تعطي لنا في كل بيت، لان وجود البلاستيك وتخزين الماء في مياه البلاستيك هو اللي راح ينقص من القيمه تاعو الغذائيه ومن النوعيه تاعو، ولهذا فمليح لو كان نستعملوا هذا النوع من يعني لي كونتونون اللي مخدومين بامور واللي راه يعني تروج في العالم حتى في العالم الغربي بطريقه يعني كبيره. عاد ولاو ليها. نعم. وراهم يستعملوها لاقتنائها، يحطوها في المنازل ويشربوا منها وتعطي ماء ذات نوعيه جيده. احنا المؤسف في الامر انه ربما هذه من عاداتنا كجزائريين، لكن خلينا عليها تدريجيا. اليوم نشوفوا بعض العائلات تخزن الماء يعني للشرب في العبوات البلاستيكيه، يعني تشري هذا خطر. قبل ما نروحوا للصور، الناس اللي كي تشري الماء من زنقه من بعد كي تعاود تحجروا في البيت تعاود تستهلكوا لعده مرات وتستخدم هذه العبوه البلاستيكيه. نعم. مرات ومرات كثيره، غير صحي، غير وهذا صحيح. ما ننصحش به ويقدر يكون خطر، فالتخلي عن هذا يعني هذه ممارسات لا صحيه من الاحسن التخلي عنها. حتى للطهي، حتى يطيبوا به ما يطيبوش به، حتى للطهي يعني للطهي يقدر يقتل الميكروبات ولكن المواد البلاستيكيه والى اخره. نعم. المواد السامه هذه ما يقدرش يعني يقضي عليها الطهي. نعم. يلا نشوفوا هذا الصور ونتعرفوا على الفوائد تاعهم. اذا هذه القله مودرن. نعم. كما نقولوا. نعم. دخلوا عليها بعض التعديلات. نعم. باش تكون براتيك في الدار. نعم. نقدروا نستعملوها، وانا يعني نقول يعني الشباب تاعنا يقدروا يديروا يعني دي زونتربريز هكذا. نعم. دي ستارت اب يقدروا يطوروا، لان فيها كثير من يعني الامور اللي نقدروا نطوروها باش تولي تواكب العصر يعني والحياه العصريه تاعنا، ونقدروا نستعملوها في المنازل وتكون الطين يعني طبيعيه موجوده، وتقدر تكون على حساب لا كومبوزيسيون تاع الطين، تقدر حتى هذاك الفخار ولا الطين تمد بعض المواد يعني للماء يعني هذيك المعلومه اللي تقول انه هناك تبادل هذيك صحيحه. صحيحه تكون تبادل. نعم. من الطين الى الماء، وراح تمد عناصر غذائيه مليحه للجسم، يعني تمد بمثلا مغنيسيوم كالسيوم الى اخره اللي موجوده في التراب راح تنتقل الى الماء، ولكن في هذه المره تكون مواد مفيده للصحه مش مضره للصحه. نعم. لكن القله هذيك عندها مده صلاحيه كما القاروره البلاستيكيه؟ القله باش تكون يعني مثاليه في الفونكسيونمون تاعها
لازم في كل شهر واش نديروها، نديروا لو ديستيلي الماء المقطر نخليوها تما 48 ساعة، فراح تتنقى من هذوك المواد اللي زيتي بيجي يعني الميكرو بلاستيك الى اخره، راح تتنقى تروح في هذاك الماء، نغرسوها في الماء يعني كومبليتمون نغرسوها كامل كامل دو لو ديستيلي. ما تعشتها كاين بزاف ناس ما تعشتها ولا ما تتباع، يتباع لو ديستيلي ما فيه حتى حاجه يعني ما فيه حتى ضروري هذا الاجراء دكتور. نعم كل شهر باش تتنقى، وكي يكمل العام كما كانوا يديروا جدودنا يبدلوا القله في العام، ما يخلوهاش هذيك، كي يكمل العام يعاودوا يديروا قله جديده طين جديده الى اخره. نعم جميل. شوفوا هذه النماذج اللي في الصوره، هذه صور اجنبيه يعني لنماذج اجنبيه ماشي في نعم في نماذج. احنا في الجزائر كاين بعض البيوت هم بداوا يقتنيوها، راني نشوف بعض الصور في بعض الاخر في لي ريزو سوسيو يعني في التواصل، نشوف كان يوم يهضروا على الموضوع هذا وبداوا يدخلوا فيه، فكاين بداوا يقتنيوا هذا الاخر، حاجه مليحه، ولكن مازال ما عندناش كما نقولوا دي زونتربريز ولا دي ستارت اب تاع شباب الى اخره يصنعوا ويديروا لوبينغ كما كاين لوبينغ تاع الماء هذا في البلاستيك. صحيح. لازم يكون لوبينغ تاع هذه المواد الطبيعيه وماء. نعم. طبيعي، وهذا لفائده الصحه. نعم اذا دكتور خلاص رانا شرينا القله هذه ورانا بدينا نستخدموا فيها، وشنو هو الماء اللي نعمروا به القله، ماء الحنفيه ولا الماء المعدني؟ نقدروا هي في الحقيقه نقدروا نروحوا للماء الحنفيه. الحنفيه ولكن هنا كاين اللي يخافوه. نعم هنا افيك ريزيرف يعني تحفظ، هنا البلديه مسؤوله على يعني لا كاليتي النوعيه تاع الماء. الماء في الحقيقه كل يعني القوانين الجزائريه مديوره للحفاظ على وتقديم يعني نوعيه ماء جيده ما فيها حتى مشكل. فاذا كان يعني لو ريسبي تاع لا ريغلومونطاسيون تاع اللي موجوده في الجزائر، فراح يكون عندنا ماء ذات جوده ونقدروا نعمروا ديريكتومون من الحنفيه. ولا كاين حل واحد اخر، هي ان يعني المصنعين تاع الماء هذا لو مينيرال نتوجهوا بشويه الى يعني حتى نقدروا نديروا قوانين باش تكون التعبئه تاع المياه المعدنيه تكون في الزجاج ماهوش في البلاستيك. لكن التكلفه تاعها تكون غاليه. بالك تكون التكلفه تاعها غاليه في البدايه، لان ما تنساش عبوه الزجاج تعاود تتجدد. نعم، نعم. ما نرموهاش ماشي كيما تاع البلاستيك. نعم قابله للتدوير. نعم يعني. قابله للتدوير. اون بو ايماجيني سيستم دو ديسبونساسيون دو لو مينيرال في عبوات، نبدلوا هذا لو موديل اللي راه موجود الان، يتبدل يولي ان اوتر موديل وين تكون ندخلوا فيها الجانب يعني لونفيرونمون، الجانب تاع البيئه، باش ما تكونش يعني تلوث تاع البيئه بالعبوات البلاستيك، لان عبوات البلاستيك هذه راهي تشكل يعني تلوث كبير اللي كي نديروا الحوصله جلوبال تاع لا كونسوماسيون المينيرال نشوفوا باللي في الحقيقه تجيب بعض الفائده للجسم ولكن المضار تاعها اكثر من الفوائد تاعها. نعم جميل. اذا نقطه اخرى دكتور، بما انه احنا يعني في المدن الكبرى ما عندناش يعني فرصه ولا لا شونس اننا نلحقوا للماء الينابيع، نقدروا نصيبوا بديل؟ بون اعطيت هذا البديل. نعم هذا البديل الاول. نعم ولكن البديل هما كاين ناس ولاو يروحوا يعني للينابيع. للينابيع انت تنصح ينظموا روحهم هناك على سبيل المثال، هناك يعني كثير من الينابيع يعني في الجزائر العاصمه ماشي بعيد، يعني ماشي بعد الناس اللي يستهلكوها تنصحهم بذلك. في الوقت الحالي لا لازم تكون يعني تنظيم، يكون قوانين باش نقدروا نستفادوا بطريقه مقننه ومنظمه لي من ماء الينابيع. الينابيع نعاود نقول النقطه مهمه، الناس اللي عندهم صح. نعم الناس اللي عندهم القرعه تاع الزجاج في البيت ويحجروا فيهم الماء، ايضا لازم يتبعوا بعض الاجراءات، يغسلوا هذيك القرعه ما يغسلوهاش. نعم كي حتى ولو كان كيفاش يحتفظوا لازم بها؟ تكون نعم نعم هي في الحقيقه الماء ما لا يحتفظ به طويل يعني. طويلا نقدروا بالطريقه هذه اللي تكلمت عليها نقدروا 48 ساعه الماء يقدر يكون الى 3 ايام
لكن لازم يتجدد. ما نعم. ما نقدروش نحتفظوا به بطريقه ونغارديو لا اون بريزيرف لا كاليتي تاع. صحيح. نقطة مهمة ايضا دكتور، احيانا كينشروا المياه المعدنية يعني في المحلات التجارية بعد يوم ولا يومين بعد 72 ساعة، يعني تنبعث منهم رائحة كريهة، ما الذي يفسر ذلك؟ لان تو سامبلومون لو فات يعني القرعة تاع الماء عندما توضع في السخانة وفي السمش الى اخره، فهي فيها بعض البكتيريا اللي طبيعيه في الماء. نعم. ولكن كي تقعد راح البكتيريا هذيك راح يعني فاس موتيبلي وتشكل، تقدر تشكل خطوره وتولي يقدر يكون صحيه. يعني نقدروا حتى تكون اصابات بالتسمم الغذائي، التسمم من الماء، بالماء. نعم، بكل بساطه. يعني حتى لو احتفظنا به في الثلاجه لازم نغليوه، لازم نغليوه نخلوه يبرد، هكذا كتكون يعني طريقة اللي تقدر يعني لا كاليتي، نعاودوا نولوا نحافظوا على لا كاليتي عن طريق غلي الماء ولو كان لو مينيرال، باسكو الناس بزاف يحسبوا لو مينيرال باللي ما فيهاش بكتيريا الى اخره، لا فيها بعض البكتيريا وتقدر كي نحطوها في دون ان انفيرونمون بروبيس راح الفا سو ديفلوبي سو ملتيبلي وتعطينا ماء ملوث كما المياه الملوثة. نعم للأسف. نعم دكتور، نحثوا أيضا عن العائلات اللي راهم يتابعوا فينا من صباح هذا النهار واللي عندهم البير في الدار، كيفاش وشنو هما الإجراءات اللي لازم يتابعوها ولا الاحتياطات إن صح القول اللي لازم ياخذوها عندما يستهلكوا الماء تاع البير؟ يعني في هذا الماء تاع البير في الوقت الحالي من الأحسن يعني تكون مقننة عن طريق يعني لا ريغلومونطاسيون الجيرانيه، كاين قانون يتبع هذا الامر، غير اذا كان حتى ولو كان بئر موجود في خارج يعني في دي بلاس ايزولي الى اخره، فكاين قانون ياثر هذا لا كونسوماسيون تاع المياه الابار، ومن الاحسن نقوموا بتعيير يعني لاناليز دو لو نعيروا. كيفاش العائلات لم يتبعوا فينا؟ في البلديه عينه في البلديه كاين ان سيرفيس مخصص لي يعني بوغ اناليزي. نعم، خاصة في المناطق الزراعية يعني الأسمدة تقدر تأثر على نوعية المياه. نعم. في فرنسا كاين سكوندال ما عندوش بزاف، عنده كيلكو زاني دو تخوا زون، صابو باللي يعني المياه الفرنسية الجوفية لايتي كونتاميني باغ لي بيستيسيد، يعني هاد مبيدات الحشرات إلى آخره. نعم، صابو حتى ثقيلة نوعا ما. نعم، صابو حتى الأدوية دي تخاص تاع الأدوية إلى آخره. نعم. ولهذا فراهم يحاولوا كيفاش يصبوا طريقة باش يقوموا بتصفية المياه بطريقة مثلى، حتى تكون يعني النوعيه تاع الماء اللي يقدموها للمواطنين تكون نوعيه جيده. نعم، شكرا جزيلا الشكر لك دكتور على تلبيه. كاين برك نقطه برك